كلمة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وختاما للأنبياء والمرسلين. يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري؟ أقبلت كالبدر والضاح الأسارير، تدعو إلى الله في بشر وتيسير، على جبينك نور الحق منبلجا، وفي يديك لواء العدل والنور. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. ثم أما بعد، ففي رحاب نقابة الأشراف وفي حضور سماحة النقيب السيد المبجل الشريف الموقر، شامة الأشراف وزينتهم وحامل لوائهم ورايتهم سماحة السيد محمود الشريف حفظه الله، وبحضور شيخنا وأستاذنا العالم الجليل والإمام النبيل الخلوق الشفوق، الذي جعل الله تعالى سمته ومظهره ومخبره مظهرا محمديا رفيعا، سماحة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، شيخنا وأستاذنا ومعلمنا، وبحضور صاحب الفضل والفضيلة العالم الجليل الموقر الداعي إلى الله تعالى على بصيرة، الذي أنفق عمره الكريم يهز أعواد المنابر ويحرك القلوب والخواطر وينير البصائر، مولانا الجليل فضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم حفظه الله. وبحضور السراج المنير والبدر الذي نبت في حجر بدر، والذي جعل الله تعالى نقابة الإنشاد والمدح في رعايته، حيث نبت في رحاب محبة النبوة وسقي بمائها ونورها فتألق واستنار وأنار، حبنا وأخونا وسيدنا الذي جعله الله تعالى راعيا للمدح وساعيا في وصول أنواره إلى جنبات مصر والعالم، صاحب الفضل والفضيلة السيد محمود ياسين التهامي. ثم بحضوركم جميعا أيها السادة الكرام الأجلاء، يا من حركتكم دواعي المحبة
فسعيتم إلى بيت الأشراف في مصر ونقابتهم، ونزلتم في رحابهم وضيافتهم، بحضوركم جميعا يا أهل المحبة، بحضوركم جميعا حيث سعيتم احتفاء واحتفالا وتعلقا وتوقيرا وتشوقا بالجناب الأعظم وبحر الجود المطمطم، السراج المنير والبشير النذير، سيدنا وسندنا وتاجنا وفخرنا وذخرنا وقرة أعيننا وبهجة قلوبنا وتاج رؤوسنا، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله تعالى رحمة مهداه، وجعل الله تعالى مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، رحيما بالمؤمنين، يبكي للبهيمة المثقلة، ويبكي لليتيم في حجر الأرملة. لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميه. سدده الله تعالى لكل جميل، ووهبه كل خلق نبيل، وجعل التقوى شعاره، والبر دثاره، والمعروف شيمته، وجعله الله تعالى رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ثم أوحى الله تعالى إليه بتفضلات محمدية وتنزلات مصطفوية يتسع بها ليشمل أمته، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فصلوات الله تعالى وتسليماته وبركاته ونفحاته على من رزقنا الله تعالى محبته، وجعلنا من أمته، ورزقنا شرف خدمة علومه، وكحل الأعين بمطالعة هديه. ففي هذه الأمسية الكريمة الصافية، وفي رحاب ساداتنا الأشراف، وبحضور نقيبهم وسيدهم وسيدنا وتاج رأسنا سيد السيد محمود الشريف، نجتمع وإياكم لسماع أعذب آيات المدائح وهي تترقرق حتى تتشرف الآذان والوجدان بسماع مدح سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فلقد أتينا لنسمع لا لنسمع، وأتينا لنغترف لا لنقترف. فإلى الكلمات التي أعدت حتى نعجل بسماع الإنشاد الذي تقر به القلوب وتطرب له الأسماع وتتحرك به الأشواق، إلى سيدنا ومولانا صلوات الله وتسليماته عليه، وأشكر لكم كريم استماعكم، وأرجو نوافح دعواتكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.